التصريح اللي حارس السي اس اس في الخميس الرياضي اثار بعض استغراب من احبي السي اس اس في الشارع الرياضي ككل. حكينا مع اللاعب اعطانا وجهه نظر نتاعو معناتها اكد لنا كونوا اللي قالوا معناتها وقع تجزئته من مجموعه من اللي قال واذا نسمعوا الانترفيو كامل ما يعطيش المفهوم هذاك. وانتم سمعتوه؟ احنا طالبين معناتها من الاحد الرياضي ان شاء الله عن قريب باش ناخذوا التسجيل الكامل.